ميسا الجمال ميسا الأنوار، ما زلنا مواصلين معكم 11 لسبعة متاع العشية، نستقبل ضيوفي المبجلين، ضيوفي اللي نحبهم شخصيا برشا برشا، واللي طالما استنيتهم باش يشرفوني ويكونوا حذينا اليوم في حلقة ميسا الجمال. أهلا وسهلا بضيفتي ليلى أشرف. أهلا وسهلا ومرحبا بك. على الانفيتاسيون انت وخويا الغالي محمد سعيد، وان شاء الله نعديو عشوية حلوه مع سي محمد. ولا تخطف لي في خدمة حبيت الرحمه. انا فرحانه بيه، فرحانه بيه، فرحانه بيه. انا ضيفي العزيز والغالي واللي انا مغرومه بيه ملي انا صغيره وملي انتجته وملي عرفنا اغاني المزود عرفناهم مع الكبير سي محمد الروج. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. انا يعيشك يا اختي، يعطيكم الصحة ومرحبا بكم، وربي فضلك على الاستضافة هذه، وسلامي للسادة السامعين وللناس كل. مرحبا بكم. يعيشك، نورتونا نورتونا، ميرسي اللي خديتو بخاطرنا وجيتو بحدينا باش نعديو ان شاء الله عشوية حلوة. محمد سعيد كي نقول لك سي محمد الروج، وشنو تقول عليه؟ سي محمد الروج هو الفنان المحبذ نتاع والدتي الله يرحمها. نقطة وارجع للستار محمد الروج وكاسيتيتو الكل، وكان هي حية اليوم وتسمع اللي تلاقيت انا وياه في نفس البلاتو. الله يرحمها وينعمها. ليلى أشرف صديقتي ليك، عشيرتي، بدايتنا بدايتنا ونورني في حفلات عائلية في دارنا. نورني. نورني صديقة مشهودة معنا، كانت يعني في السهرات اللي كنت موجود فيها محمد، الناس كلها على شيرة ومحمد وحده على شيرة. ذيك الحمد لله الناس كلهم صديقاتي، كلهم صديقاتي واخواتي مو صديقاتي، اخواتي كلهم حب. بالنسبة لي أنا كي نقول محمد الروج، بالنسبة لي أنا أن تري غونت، معناه في هكا أولا الساعة في الطبيعة، في الأخلاق، في القلب الكبير، في الزين والعين. الزين يخلف الشهود بالحق، الزين يخلف الشهود. وهو زاد معناه فرد سميل، هو ودون خوان كان قبل في عصر ودون خوان متاع السينما التونسية والمسلسلات والأفلام والكل، اللي هو سي المنصف لازعر الله يرحمه وينعمه. وقداش مرة تقابلت أنا وياه، وقداش معناتها العائلة كلها راوها اللي بوستولي، عائلة فنية، عائلة معناتها متعددة المواهب. انتوكا انا فرحانة ياسر. بالنسبة ليلى أشرف، بالنسبة ليلى أشرف ما شاء الله طاقات صوتية، ما شاء الله عليها روحها كيفاش كانت تدخل بها. كنت نتفرج فيها كي تدخل في لي بلاتو، ساعة أولا ساعة كيف أكل مشاتي نتاع شعر نتاعها، ساعة تخش عليا أنا مشت في شعر. سي فغي اللي تعمل كلي شينيون محلاها، مطربة الإذاعة والتلفزة الوطنية بامتياز، معناتها نقعد باهتة. علاش هالغياب هذا؟ تو نجيوه في الحوارات إن شاء الله اللي باش نقوموا فيهم مع بعضهم، ولكن أسمى تميم تعطيني كي نقول لك سي محمد الروج، شنو تقول لي عليه؟ محمد الروج فنان الشعبي معروف، تونس الكل معناتها تعرف قيمة سي محمد الروج، مش احنا. سي محمد الروج من اروع وما معناتها مخلق الفن الشعبي التونسي. مرحبا بيك بيناتنا ومرحبا بيك فينا بالمرة اخرى. بيان سور سي محمد، بيان سور. ليلى أشرف، ليلى أشرف أنا محلى صوتها ومحلاها ومحلى طلتها، ما شفت حاجة قبيلي. ما هي أنت تحكي وتوصف فيها وهي تحس فما هيك التنهيدة، معناتها تحسك أي باش نشيرها هالتنهيدة هذي، تحسها من الأعماق، فهمت؟ حسيتها أنا كعلاش دونك التنهيدة هذي هاو باش نجيوها، لكن توا باش نسمع أحلى كلام من عند ليلى أشرف في جرتها. نسمعوا وصي وصي نتاع محمد الروج. قلت لي الحان سي كلمات سي البشير فرح والحان الفنان الراحل قاسم كيفي. فوالا الله يرحمه وينعمه. دونك نسمعوا احلى كلام ومن بعدها وصي وصي محمد الروج.